السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من قناة أبو محمود الصهاجي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة يا جماعة احنا عندنا عرض الحلو ده، عرض الحلويات ده ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب. موافق يا جماعة اليوم 11/1/2024، موافق يوم الخميس، بسم الله ما شاء الله. وطبعا النهاردة احنا عرضين يا جماعة، عرضين مش عرض واحد، عرض عليه عجلة بقر تمام، وعرض ده الشبتين الجاموس اللي انتوا شايفينهم دولة. وان شاء الله المرة دي السعر ينال اعجاب حضراتكم، ما تنساش انك انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله ما شاء الله. احنا طبعا عندنا الشبتين دولة يا جماعة، اعمارهم زي ما انتوا شايفين، يعني فيهم واحدة ممكن سنة وحاجة، واحدة اقل من ايه السنة. ما تنساش انك انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله ما شاء الله، وربنا يبارك لصاحب النصيب. زي ما انتوا شايفين الرشتين، جايب لك الرجلين اهو ما شاء الله من بعيد، زي ما انت شايف التصوير. تيجي تستلم حضرتك، تستلم كل حاجة بما يرضي الله تعالى اهو. ومن الجوع زي ما انتوا شايفين هياكلوا في ايه، بسم الله ما شاء الله على الحاجة بتاعت النهاردة دي صراحة. ما تنساش انك انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرشتين من ورا يا جماعة، شوف الفتحة، بسم الله ما شاء الله. تفرج على التانية، التانية دي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. تيجي حضرتك تستلم المحاليب، وتستلم كل حاجة بمرض الله، تستلم كل حاجة فيها فليها فلية كده. زي ما انتوا شايفين رجليهم نظيفة، وده الجوع عامل عمايله فيهم. وان شاء الله يا جماعة السعر ده بتاع النهاردة ينال اعجاب حضراتكم بالنسبة للشبتين دول. والشبة البقر برضو يا جماعة سعرها حلو بما يرضي الله، بسم الله ما شاء الله. تفرج يا باشا واديني رأيك، وما تنساش تقول رأيك بما يرضي الله في التعليقات. واحنا يا جماعة اللي هيكتب كلمة بما يرضي الله قبلينها، اذا كان كده او كده، بما يرضي الله قول رأيك، واحنا محترمين رأيك، واي واحد عندنا على القناة على دماغنا من فوق، قول رأيك بما يرضي الله تعالى. ما تنساش بس انك انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو، وان شاء الله السعر بتاع الشبتين دول يا جماعة النهاردة يعني ان شاء الله مقبول. وبالنسبة للسعر يا جماعة النهاردة الشبتين دول مقدمهم الراجل حبيبنا ب63,000 جنيه للاتنين بعرقهم. وطبعا هم فيهم ايه، واحدة تفرق عن واحدة، يعني حضرتك عجباك واحدة هيقول لك ده بكذا، وعجباك الاتنين عجبينك الاتنين هتاخد الاتنين ب63,000 بعرقهم، 63,000 بعرقهم. ما تنساش انك انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما انتوا شايفين حضراتكم من بعيد ومن قريب بالنسبة للصورة. تفرج يا باشا وشايف فتحات الشبتين، والله الفتحة من ورا ما شاء الله بالنسبة للشبتين. وبالنسبة للعمة حاجة صراحة حاجة نظيفة بما يرضي الله. سامحونا يا جماعة، واخدين دور يعلم به ربنا والله، والحمد لله على كل شيء. السعر يا جماعة مرة تاني 63,000 بالعرق بتاعهم. عاوز واحدة ماشي، عاوز اتنين ماشي، وفي كل الحالات تحت أمرك. العنوان محافظة الصهاج مركز المنشأ، العنوان مرة تاني محافظة الصهاج مركز المنشأ. رقم التليفون بتاعي أنا يا جماعة 011-51-50-44-80، مرة تاني 011-51-50-44-80، العنوان محافظة صهاج مركز المنشأ، محافظة صهاج مركز المنشأ. وإن شاء الله السعر بتاع النهاردة
ينال إعجاب حضراتكم. الشابتين 63,000 بعرقهم، بسم الله ما شاء الله، وربنا يبارك لصاحب النصيب. تفرج يا باشا بما يرضي الله، وتقول رأيك برضه بما يرضي الله. ما تنساش انك انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والعرض بتاع العجل البقر يا جماعة ان شاء الله برضه ينال إعجاب حضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.